اللي نطلبه هو تطبيق القانون على الكل، فرض هيبة الدولة بقواتها الأمنية وقوات الجيش. إن تطبق هذا القانون بقيادة رصينة وبرجل شجاع في محافظة ذي قار يستطيع أن يفرض هيبة القانون لأنقذنا الكثير وأصلحنا الكثير، لكن لا نجد من يقف بحزم وبقوة ومساندة الجيش والقوات الأمنية لفرض هيبة القانون وعلى الجميع، على الجميع، على الشيخ وعلى المحافظ وعلى المسؤول وعلى كل إنسان يخرج خارج. لماذا يومية الأحاديات والبيكيسيات تثور في مدينة الناصرية في نص الحبوبي؟ المفروض الأجهزة الأمنية هي تأخذ دورها أو تكشف الحقائق للناس، تكشف الحقائق للعالم للمحافظة شنو سبب هذا الحريق. بالنسبة الصراع مشاكلنا بالناصرية من بداية المظاهرات لحد الآن أو من السقوط لحد الآن، دمار المحافظة هي دمارات الأحزاب السياسية، هي وصلتنا هيك مرحلة. نطلب من الحكومة المركزية أن الأحزاب السياسية ترفع إيدها عن المحافظة. المحافظة محافظة منكوبة، محافظة مهجورة، محافظة شارع ما بيها، محافظة قلوب ما بيها، محافظة وصلت ما وصلت لامسات. والله من يحرق مستشفى؟ من يسوي فوضى؟ هم الصراعات السياسية هي لو ترجع عنا نكنس مكنس، بس احنا ما نقدر نوصل المرحلة نوصل البلد هيك مكان.